اللي بيشتري اغراض روكت ليج عندكم موقع روكت ليج اكسشينج، الرابط في الوصف، متوفر على كل المنصات سواء ستيم، ايبك جيمز، بلاي ستيشن، اكس بوكس، والكريدت عندهم ارخص من اللعبه، فلا تنسوا كود في اس ال لانه راح يخصم لكم 3% وكل طرق الدفع متوفره. الرابط في الوصف. السلام عليكم، اليوم جبت لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم سلسله جديده في روكت ليج، ان شاء الله انها بتعجبكم عاد ان شاء الله، يعني اللي هي اجيب يوتيوبرز يكونون ما يلعبوا روكت ليج او شنو قلت روكت ليج ما يلعبوا روكت ليج او مستواهم اقل مني، اوكي احاول اني ادربهم زي كذا، يعني انا مو بحق تدريب اصلا. بتشوفون هذا المقطع باذن الله انه بيعجبكم، شيء رهيب جدا. فقبل ما نبدا المقطع لايك اشتراك فعل زر التنبيهات، اهم شيء خلونا نوصل 800,000 تكفون تكفون تكفون. كود الايتم شوب بي اس ال اللي ما حطوا ما ادري كم شخص، يعني قليل اللي حاطين كود بي اس ال في الايتم شوب سواء روكت ليج ولا فورتنايت. موقع روكت ليج اكسشينج، الرابط في الوصف. كريدت عندهم ارخص من اللعبه، تبغى تشتري اي شيء في روكت ليج اشتري كريدت من موقع روكت ليج اكسشينج، بعدها اشتر داخل اللعبه وكذا بتوفر فلوس كثير مره. يعطيكم العافيه، خلونا نبدا مع اول شخص اللي هو محمد او فايز، قناته في الديسكربشن طبعا. عليك ما مقطع يسمونك الواحد اللي محتاج مدير الكوتش. الكوتش في سلوم. دقيقه انت كوتش؟ انا طلعت اسف. قل ما تبيني، قل ما تبيني ترى عادي. انا ادخل معك الحين برايفت بفهمك كم شيء، اوكي؟ طب لحظه قبل كل شيء، هل في سياره معينه تنصحني العب فيها؟ يا فينك يا اوكتين، انت معك فينك كويس. طيب اول شيء راح على السيتنج، حاط الرول حقك. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ولد، لحظه والله الوضع غير صاير. تحس انه اخف ولا ايش ولد؟ والله صاير خفيف. طيب شوف اول شيء وش زر الرول حقك؟ R1. وش البوست؟ مربع دايره. استغفر الله، انت مشكله متعود على البوست دايره. ايه طيب نروح على جيم الحين. شوف اذا جيت تطير هنا طق الكوره وبعدها خلها تمشي الكوره بعدين نط وراها. شوف شوف شلون انا بطقها من تحت بعدين نطيت بعدين وجع عليها بعدين بعدها تبغى تطير تبغى تلف تبغى تسوي اي شيء لف. طيب بس وقتها لحظه خلنا ندف الكره هناك. اهم شيء لا تسبقها وجي عليها. ايوه وجي 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 وجي. لا صح 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 والله كويس انك طقيتها الطقه الاولى. والله كادت والله. لا هجت انا فيني. وش المدرب هذا؟ المدرب اللي ما في شيء صح. وما تضغط بوست الا اذا جيت تطق الكوره، فهمت؟ عشان تطقها. اوكي. كيف يعني زي كذا؟ يعني لازم تهدي. شي شي. لازم تهدي هنا بعدين اضغط بوست وطقها بعدين اول ما اطقها اترك البوست. اول ما اطقها؟ ايه يعني انت اذا انت الطقه حقتك تكون من تحت وقت ما انت بترقى الرقه هذه اضغط بوست، فهمت؟ بعدين اول ما اطقها اترك بعدين نط. اوكي. شوف شوف شلون الهدف، شوف الهدف. راقب متى تضغط بوست. يوم طقيت تركت نطيت بعدين وجهت. وقت ما توجه توقف بوست. اذا تبغى تضغط بوست اضغط. أوكي. بس اهم شيء انك ما تضغط اير رول عشان ما يلحس مخك. اوكي انا وقت ما انه اوجه اضغط بوست. طيب خلينا نشوف الحين سوا. ما لي هذا اسس. يلا روح سيد سيد سيد. لا حاول انك تمشيها تمشيها. سوي نفس اللي قلت لك. ايوه. لا هجت مره. اي بس كويس انك طقيت كويس انك طقيت عادي. ايوه بوست. ايوه صح عليك. امشي 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 لا تلف امش يعني بس هذا على المرماك. طيب ما تسويها في الجيم كذا على المرماك. والله خلاص ابشر. في شيء معلمتك اياه اللي هو الكيك اوف، يعني شوف الحين انا كذا ادرعم وبس. لا لازم تسوي اصلا فليب في البدايه ترى داخل كوب عشان نختبر صدق داخل كوم. ايه بس ما عليك انت اهم شيء شوف لا تعطي خصم مجال انه ياخذ راحته في الكوره وزي كذا. مو بس مجال الان يعني اصبر 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 ما تخلي كوره. ودي بس ما عندي بوست والله. نايس والله حول. خذ بوست عنه. أوكي. خذ بوست ثاني عنه. صح اوكي اشوى. أوكي. نايس. مديك لك روح امزع ام على طول. كلاس والله اسف ترى كانت مره حلوه. ما عليه ما صار لك الخير. شوت. ايوه الله ياخذك. كمشكله انا ودي ادرعم بس خايف اني بخرب عليك. ما عليك هذا هدف. يا عمري ربي تفهم. شوف والله ما خليته في حاله وين طلع لي البوست وهوب لالي الكوتش سو سلوم اند ذا توب. حبيبي دايم سوي فليب على النهايه او في البدايه اللي تبغى بس اهم شيء سوي فليب. ترى انا الان حرفيا بدون بوست. لا انا الان بالبوست. يا كلوز شوت. ما عليه لا امشي ويا وحش. حلوه بتنط عليها. امشي انت وياه يا عمري قريت بس شايك. الله يسعدك ثانكس.
شوف شلون شوف شلون خلهم يمشون يروحون يدورون بوستات. شوف ما اتوقع اني بشوت ابدا على شيء تقول لي لا تتخكام يا اخي. الكوتش الكوتش سلوم اي ابوي ضبطك. في شيء لازم تعرفه ان اذا نط خويك سواء جاب العيد ما جاب العيد لا تنط وقتها. اوكي هذه قد لما صارت لي مره كثير. اوكي امزح في جدار امزح في جدار حلوه عندك بس يا اخي والله العظيم قريت باس والله قريت باس. شوف شلون شوف والله والله وش اللعب يا محمد ما ادري ما احتاج تدري يا بنت يا ولد. اوكي بشوتك اتوقع شربي نايس جول جول لا القهر شوت لا لا بس امشي يا الجول والله العظيم صراحه ايوه صراحه راحه اف اف اي قل لهم مستوي خلاص ايش المستوى هذا يعني مدرب مدري كوتش ومدرب ها هدتك مالي نعطي مجال نعطي مجال خويه حلو والله العظيم تفهم تفهم اقسم بالله تفهم بس ترى ما عندي اي ذره بوست يا وحش يا وحش كيف الحركه لا ما عليك ترى انت عندك البوست انا ما عندي بوست الان ما عليك يا رجال لا ما عليك عندي اوكي امشي يا عمري يا اختبار الخصم يشوف وين يروح وزي كذا والتسيفات انا شايف افضل متدرب اول متدرب وافضل متدرب يا اخي وش الكوتش الرهيب هذا مو بلات انت روح 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 اخوي عامر اشرد اشرد نشوت والله انا اسد والله اني خفت اني اضيع فهد مولد روح فهد بدون المولد والله يعني سلام تزبط يا وحش لا هجت 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 بينقش والله عليك شوت حلوه رب الكعبة اني صدمتك يا شيخ يعني والله قوى صمله الله اقوى صمله نقدر شوت لمي بسرعه يعني السيف طيب ما تشوتني اصبر والله بالغلط جيك لي شوت اقطع ام الغبنه وشوت يا عمري والله يا جوته والله يا هي جوته هوب يا ساتر ابغى يصد له شوي حلوه فاسكي كوف جامد لا لا خله 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 انا مسوي له فيك يلا روح الحين روح 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 اون فيون والله قهر لا والله يو طقه طقه من تحت والله. زي ما قلت لك طقه من تحت يا عيني والله اني سويت لا رجعت بلوكين يا ابوي امشي يا عيني شربي الله يقوي الله يقوي وش الحركات تلعب من ورانا شو بسوي فيك خليك في المرمى بسوي فيك يلا 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 مالك يا رب يا رب انه شوت امزع يعني لا تكمز من عندي بس حلوه حلوه قريب مرمى شوت الحين امزع ثانيه مشكله اللي يبغى يتفلسف بالجول فيك لي وانا جريته ما عليك لهم يضيع وقت الله العظيم بيكون شيء رهيب انا شوف انا بنشب لهم دفاعيا حلوه والله يعني كان اسيست حلو بس لو ننشب ترى 19 ثانيه لا طرت طيران غلط لا تكفى لا 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 انت تستطيع يا عيني يا اخي اسطوره خله 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 نايس اسف اسف لا هدف لا, لا. والله قلت لك خله حرام والله العظيم كان يمدينا نضيع وقت فيها بس واني سامع الكوتش لا ابشر بي ليتس جو والله ابشر بي قايل لك والله ليتس جو يا اخي وش الكوتش الرهيب هذا خذ خذ بوست خذ بوست خذ الكره خذ 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 بوست خلاص انا عندي بوست 70 80 تكفى امشي شوف اللمسه الاخير بالله شيشي والله والله يا اخي بالله سؤال ما اسوي كذا مقاطع الحالي ليش الان انت قاعد تلعب بجراند شامبيون ما ادري شامبيون انا هجي اوكي هذه ليش تمدح ليش تمدح احنا قاعدين نلعب مع برونز مديك وحش ابشر بي
مشيت وياه. يا اخي تغلط وتصلح غلطك. وش فاقل من 15 ثانيه كذا اسكت الخصم. يا اخي والله لو منك اثنين بس في العالم خلاص. اوكي الكوت يغلط ويصلح. اي نصلح على طول. بس هذه اوكي هذه يا انك تلحقني مدرب يغلط ويصلح. هذا يا انك تلحقني على طول. روح بلحق على طول. اوكي روح سوف لب اهم شيء. والله اني حاول خدت الوسط عنا. لا هذا نيمار. هذا خمار تعرف الخمار هذا هو. يلا شوت. ترى كنت بجيب العيد تدري دهري وخر. انا شتها وهذا شاتها بس اهم شيء انه هدف. نايس شوت. الله شف صراحه ما قصرنا والله. صراحه ما قصرنا في ذا الجيم والله ما قصرنا. يعني جبنا العيد كلنا لكن 4-3 او ها كم 5-3 جبنا ما قصرنا. العافيه على المشاهده ان شاء الله استمتعتوا. اعطوني رايكم هل تبون سلسله نجيب ناس يعني من اليوتيوبرز اللي ما يلعبون روكت او يلعبون روكت على خفيف كم مستواه ما يعني دايموند 1 دايموند 2 يعني اقل مني اهم شيء عشان ما يصير هو اللي يدربني فهمتوا. فمحمد اختباره يعني بس برايفت جيم اخذنا كم 7 دقائق او 6 دقائق بعدها دخلنا جيم وفزنا فيها كلها ما عدا الاخير. اقسم بالله العظيم انجاز مو طبيعي. قناه محمد بالديسكربشن موقع روكت ليج اكسنج في الوصف اللي يبغى يشتري كود فيصل. يعطيكم العافيه لا تقصرون بالدعم هذا المقطع يعني لايك اشتراك وفعل زر التنبيهات ونراكم على خير في امان الله. سلام.